وللحديث أكثر عن قرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة في بغداد ثم العودة عنه وأثر ذلك على أثر تلك القرارات على المواطن العراقي بصفة عامة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي. مرحبا بك معنا. حياك الله، حياك الله، أهلا بك أستاذ عبد الله. رغم المطالبات الشعبية والحقوقية بإلغاء حظر التجوال مع دخول العيد، قررت الحكومة أن يكون حظرا جزئيا. أولا، ماذا يعني اتخاذ قرار بالحظر الكلي ثم التراجع عنه؟ طبعا القرارات الحكومية، قرارات خلية الأزمة في الفترة الأخيرة لاحظناها أنها قرارات غير مدروسة، تشير إلى تخبط كبير في خلية الأزمة، القرارات التي تصدر خلية الأزمة. طبعا هذا الحظر الكلي الذي كان من المفترض أن يكون 10 أيام جاء مع انخفاض إصابات كورونا في البلاد، فبعدما كانت يوميا 8000 إصابة أصبح الآن 4000 إلى 5000 يوميا. نعم. من الإصابات وعدد الوفيات 30 أو أقل من ذلك العدد. طبعا الحكومة في تخبط خلية الأزمة، في تخبط مستمر، وهي لا تعي ما يعانيه المواطن من فقر مدقع، من قلة فرص العمل بسبب الحظر، سلاح الحظر الذي مارسته طيلة هذه السنة الماضية، تقريبا سنة وثلاثة أشهر من الحظر الجزئي والشامل، أنهكت فيه ميزانية المواطن العراقي حتى ارتفعت معدلات البطالة وارتفعت معدلات الفقر بين أبناء الشعب العراقي، خصوصا المناطق الشعبية والمناطق الريفية من بغداد والمحافظات الأخرى. نعم، لماذا لا تضع الحكومة في حساباتها هذا الموضوع، أو أنها توفر دعما للقطاعات المتضررة من هذا الحظر على سبيل المثال؟ هناك دول كثيرة صحيح أنها تقوم بحظر كلي، لكنها تعوض كثير من الموظفين والعاملين والقطاعات الاقتصادية بتعويضات مالية ربما تعينهم على تحمل الحظر. طبعا قرارات الحكومة وحلولها ترقيعية. الحكومة قبل 8 أشهر قررت إعطاء كل مواطن عراقي ليس لديه راتب من الحكومة، إعطائه $120 شهريا، إلا أن هذا المبلغ لم يصل إلا لشهرين متتاليين ثم انقطع عن أغلب ممن شملهم هذا القرار. ثم اضطرت الحكومة تحت الضغط الشعبي الهائل إلى فتح الحظر جزئيا وجعل الناس يمارسون أعمالهم. ثم عادت كورونا، عاد الفيروس ليمارس نشاطه بقوة، فعادت الحكومة وأغلقت الأسواق وأغلقت ومارست الحظر على المواطنين، مما أدى إلى تراكم وتضخم معدلات الفقر والبطالة، ومما أدى إلى الضغط الشعبي. طيب. الآن هذا يأتي هذا مع تزامن الوعود الانتخابية متكررة واستمرار غياب الخدمات الأساسية، إلى أي مدى يمكن أن يفاقم الإهمال الحكومي غضب الشعب العراقي، ولا سيما أنه شبع وعودا منذ سنوات؟ أخي، الشعب العراقي طبعا، سواد الأعظم من الشعب العراقي يئس من العملية السياسية التي يقودها هؤلاء الساسة، يئس، لكن الأمر ليس بيده. طبعا هناك قوة عالمية وقوة دولية، قوة دولية تسيطر على العملية السياسية. قبل أيام سمعنا أن السفير البريطاني صرح بأن الانتخابات لا يمكن أن تحدث في ظل الوضع الأمني الموجود، الوضع الخدمي والأمني الموجود. المواطن العراقي يأس من الوعود الحكومية الكاذبة في تحسين الكهرباء. الآن الكهرباء نحن مقبلين على حر صيف ساخن، ربما تتعالى وتتوالى الاحتجاجات في كل مدن العراق بسبب انقطاع الكهرباء، التيار الكهربائي، ونقص عدد الساعات، تجهيز الساعات في كل مدن العراق من البصرة حتى الموصل. نعم،
وكل هذا مع تزامن هذه الأوضاع مع قرارات غير مدروسة أيضا وتراجع عنها مرة أخرى. لماذا لا يكون هناك خطط بديلة مثلا، أنه محاولة توعية الناس بضرورة أخذ اللقاح وتوفير اللقاحات المناسبة وتحسين القطاع الصحي؟ لو تم تحسين القطاع الصحي فقدرة القطاع الصحي ستكون أكبر على استيعاب أعداد من المصابين والمرضى كما هو جاري في بعض الدول الأخرى. أخي هناك طبعا الذي يعيش في بغداد وفي المحافظات الأخرى يعي معنى يعي ويفهم ما هي وزارة الصحة وعمل وزارة الصحة. طبعا هناك عدم ثقة من المواطن تجاه وزارة الصحة وتجاه المستشفيات. هناك مقولة بأن مقولة أو مثل إذا يعني وصية يوصى بها مريض الكورونا أو مصاب الفيروس مصاب بفيروس الكورونا انك اذا تذهب الى اي مستشفى حكومي سوف تقتل، سوف تقتل على يد الاطباء او على يد اي كادر طبي لذلك المستشفى. فاذا اصبت بكورونا بوباء كورونا اجلس في المنزل وخذ احتياطاتك وخذ العلاج الذي يكفيك والفيتامينات التي تكفيك، لكن لا تذهب الى المستشفى. هناك ثقه وشرخ أصبح البقاء في البيت والعلاج في البيت أكثر أمنا من الذهاب إلى المستشفى. شيء عجيب. شكرا لك الصحفي العراقي عبد الله الفراجي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي في هذا الموضوع.